يعطيكم العافية. راح نبلش بشرح الجزء الثاني من chapter 3. راح نشرح عن effect of staggered hold. يعني عندي تأثير البراغي المبعثرة، شو بيأثر لي على الاريا نت؟ هذا بيسموه بالعادة زيجزاج. يعني زيجزاج يعني انه هو بيكون على شكل حرف الزد تقريبا، او انه هو بيمشي هيك شكله، هذا بسموه الاشي زيجزاج. هسا شو بيختلف عن العادي؟ احنا حكينا لو عندي بليد زي هيك او سكشن وهيك انا بشوفه من فوق، وقلنا لو كان عندي البراغي زي هيك متساويات يعني نازلين زي هيك، كنا نحكي الاريا نت بتساوي الاريا جروس ناقص 2 في الديميتر زائد 1/8 في الثيكنس. صح. طيب وحكيت هسا لو انه انا مسحت البراغي هذول وخليتهم زي هيك، واحد هون واحد هون واحد هون، خلص هيك. طيب هاي البراغي مبعثرة، طيب الاريا جروس راح تكون الاريا نت هي هيك بس، او انه برغي واحد؟ لا، راح اقول لك لا. هون بصير عندي الكسر على مسارات محددة، على اكثر من مسار. خلينا نمشي مع بعض. انا ممكن ينكسر معي البرغي هذا هيك، ممكن ينكسر معي البرغي هذا هيك لحاله، ممكن هذا. طيب بقول لك انه ممكن الكسر ينكسر معي زي هيك، خلينا نرسم انه هاي الحاله الاولى. ممكن يجي الكسر يجي معي لو جبت اجي من الجهه هاي، طبعا هاي الجهه نفسها، يعني على فرض انه المسافات هاي كامله متساويه، المسافه بين هذا وهذا متساويه، المسافه الافقيه متساويه. بقول لك الكسر ممكن يجي معي زي هيك، يكسر هذا يمر بالبرغي الثاني وينزل. طبعا ممكن زي هيك يجي من هون يجي لهون بعدين ينزل، ممكن هيك يجي لهون وينزل. يعني مسار البراغي مسار لا نهائي، بس احنا راح ناخذ الصافي اللي راح نحسبه. هسه اذا كانت المسافه الافقيه هاي نفس المسافه الافقيه هاي، والمسافه العموديه هاي نفس المسافه العموديه هاي، فانا ما بهمني اخذ هذا المسار او هذا المسار، الاثنين راح يطلعوا لي نفس الاريا نت. بس شو اللي بيفرق معي؟ اذا مسافات مختلفه بدي اطلع عندي اكثر من احتمال. طيب المسار الكسر زي هيك شو بياثر علي؟ بقول لك اللي بياثر علي، على فرض انا اخذت المسار الزهري هذا، خلص يعني على فرض انه الكسر هذا، بحكي لك انه المسافه هاي مسافه مائله، هاي مسافه مائله صح؟ هاي زي المثلث هيك صح؟ بقول لك بس بعتذر. طيب نكمل. عندي المسافة، أنا عندي هذا المثلث، أنا بدي أطلع المسافة المائلة، المسافة المائلة هاي إلها قانون، بحكي لي إنه هاي مسافة اسمها S، المسافة اللي بين الهوريزونتال، وعندي الارتفاع G، تمام؟ فأنا المسافة بين برغيين اسمها G، والمسافة بين برغيين الأفقية اسمها S، هاي بتأثر لي على الأريا نت، بتخلي لي بتزيد الأريا نت، بتصير S تربيع، هاي مسافة تقريبية على 4G، وهاي بضربها بالثيكنس. ثيكنس مين؟ نفس ثيكنس البليت يعني، او ثيكنس السكشن اذا انه هي بالويب او اذا هي بالفلانج، تمام. فبتركز عليه انه اذا عندي مسار مائل بدي اشتغل على هاي. طيب نيجي على حالة اوسع، لو نيجي زي هيك، انا بدي اشرح كل الحالات بعدين نروح على الامثلة. حكى لي في عندي مثلا برغي زي هيك، برغي زي هيك، برغي زي هيك مثلا، بشكل معين يعني، يعني مش مشكلة هيك. هسا بحكي لك هون في عندي عدة أكثر من مسار، في عندي مسار زي هيك ممكن ينكسر وهو اللي يفضل بحالة معينة، يعني بيقول لي ممكن ينكسر معي زي هيك، انه يجي زي هيك يمر بهذا ينكسر زي هيك. بحكي لي ممكن ينكسر معي زي هيك، يجي هيك ينكسر هيك يرجع يمر بالثالث وينزل. فهاي عندي طبعا ممكن ينكسر هيك، ممكن ينكسر هيك على فرض انه هذول نفس الاستقامة، بس انا شو اللي بيهمني؟ بيهمني المسارات، يعني
الكريتيكال. يعني انا لو هذا لحاله كان راح احكي الاريا نت بتساوي اريا جروس ناقص مساحه برغي واحد، فالاريا نت كبيره. احنا بناخذ اي اريا نت، بناخذ اريا نت الاقل، فبدنا نشوف شو اللي بيعطيني اريا نت اقل. هسه لو مشيت على المسار الاسود ولاحظ انه عندي ثلاث براغي، يعني كل لون بيمثل القانون اللي بدي اكتبه. اريا نت راح تساوي اريا جروس ناقص ثلاث براغي في الديميتر لهم زائد 1 على 8، بعدين هاي ناقص، بعدين زائد عندي لو فرضنا انه البراغي متساوي، يعني هاي المسافة S، فS تربيع على 4 جي في الثيكنس زائد S تربيع على 4 جي في الثيكنس. طبعا حسب الجي هي المسافة هاي نفس هذيك، ممكن لا المسافة هاي مثلا نفس هاي، ممكن لا حسب شو بيعطيني. طيب اما اذا اخذت المسار الزهري بتكون الاريا نت راح تساوي الاريا جروس ناقص مسار الزهري هيك برغيين في ديميتر زائد 1 على 8 في الثيكنس. طبعا هون في الثيكنس نساها، تنسوش الثيكنس اذا انا بنساها قاعد. طيب في عندي المسار الازرق، مسار الازرق الاريا نت راح تساوي كم برغمار مرة برغيين، يعني راح يكون اريا جروس ناقص برغيين في الديميتر زائد 1 على 8 في الثيكنس زائد اس تربيع 4 جي واحدة في الثيكنس. تمام، الثيكنس حسب هذا الخط وين باي مكان، ممكن يكون مار بين، يعني مار بفلانج وبوب سوا، الها حاله ثانيه بنشرحها بمثال. فانا اللي بدي اوصله انه الاريا نت بعد بالبراغي المبعثره حسب الشكل، حسب المسارات باخذ المسار الاقل، باخذ المسار الاقل. طيب خلينا نجمع الامثله ونشوف كيف نحل. نرجع للكتاب، وما اننا للكتاب، الكتاب هو الافضل. بقول لو عندي زي هيك بيقول لي ترمان كريتيكال اريا نت. كريتيكال اريا نت يعني انه الاريا نت لها يعني شو اسمه، يعني الاريا نت الاقل. بيقول لي 3 4 بولت والثيكنس نص، الثيكنس نص للهاي. طيب شو بقول لك هون الاريا جروس، خلينا نرسمه بالاسود. الاريا جروس واضحه، الطول كامل كم؟ 11 في نص الاريا جروس. ايوه الاريا جروس 11 في نص. طيب هسه هون في عندي اكثر من مسار، في عندي المسار اللي راح استثنيه اللي هو هذا. ليش بدي استثنيه؟ برغي واحد، يعني انا عندي هون برغيين صح. لو مشيت المسار هذا، هذا اللي انا بحرك فيه بالماوس، هذا برغيين، يعني مباشره الاريا نت اقل. فليش اروح اشتغل على المسار واضيع وقتي وانا بحسبه؟ مسار واحد بستثنيه، مسار واحد اذا كان عندي برغي واحد بستثنيه اذا كان عندي مسارين، يعني حسب شو عندي. اذا عندي برغيين وعندي برغي بستثني البرغي مباشره، ما بحسب الاريا نت له. طيب في عندي مسار ممكن نكسره هيك، في عندي مسار ثاني انه ممكن نكسره هيك، هذا يجي زي هيك وهذا يجي هيك ينزل، وعندي مسار ثالث انه ممكن يجي يمر بالاثنين هذول ويمر بالثالث بعدين ينزل. طيب الاسود كله افقي، يعني ما في اس تربيع على 4 جي، يعني الاريا نت للاسود راح تساوي الاريا جروس 11 في نص اللي هي 5.5، يعني ناقص كم برغي مار بالاسود؟ الاسود مار برغيين، 2 في 3 على 4 زائد 1 على 8 في نص. بس في شيء ثاني؟ لا. طيب نروح على الزهري. الزهري مار برغي برغيين، بس البرغيين في بينهم مسافه مائله. تمام يلا نيجي مع بعض. برغيين خلص نمسح، نمحي الاسود، محينا الاسود. اريا نت راح بتساوي الاريا جروس 5.5 ناقص كم برغي مار برغي بي والبرغي اي، يعني ناقص 2 في الديميتر 3 على 4 زائد 1 على 8 في الثيكنس اللي هو نص، بعدين زائد. ليش زائد؟ لانه مسافه مائله. المسافه المائله كم هي؟ اس تربيع 4 جي. شو الاس؟ المسافه الافقيه عندي، هاي المثلث، هاي المثلث. ايش الافقي؟ 3، 3 تربيع على 4 جي. كم الجي اللي هو الارتفاع؟ هذا كم الارتفاع بين بي واي؟ 3 3 كم؟ 6. وهذا بضربه بنص، لا ننسى نص اللي هو الثيكنس. تمام يلا نروح على المسار الازرق. المسار الازرق الاريا نت له بدها تساوي الاريا جروس ناقص كم برغي مار؟ برغي برغيين 3 في 3 على 4 زائد 1 على 8 في الثيكنس اللي هو نص، بعدين زائد
اس تربيع 4 جي، كم الاس؟ الاس 3 هيها، والجي كم؟ 3 هيها، يعني 3 تربيع على 4 جي اللي هي 3. بحسب الاريا نت لهاي، بحسب الاريا نت هاي، بحسب الاريا نت هاي، الاقل فيهم باخذها. وهي نيجي مع بعض حسب الاريا نت للاول 2 7 8 اللي هي 3 4 زائد 1 8 طلعت معنا كذا. المسار الثاني في 3 براغي طلع معنا كذا، والمسار الثالث اللي هو كان عندي بالزهري بس برغيين مار برغيين هيو طلع معنا كذا. مين اقل واحد؟ ابو الثلاث براغي، فابو الثلاث براغي هو الكريتيكال. طيب نيجي مثال ثاني. مثال هون بسيط جدا، حكى لي عندي بليت، عندي بليت زي هيك، two line of bolts of four bolts determine the pitch s، قيمة s اللي راح تخلي لي الاريا لهذا للمسار هذا، الاريا نت لهذا المسار بتساوي الاريا نت لهذا المسار. طيب يعني الاريا نت للمسار الافقي شو اسمه اللي مش مائل شو بدها تساوي؟ الاريا نت راح تساوي الاريا جروس، راح تساوي الاريا جروس ناقص الديميتر للبار 3 4 في ايش؟ طبعا زائد 1 على 8 في ايش؟ في الثيكنس. هو كانوا مش معطيني الثيكنس، هو مش معطيني الثيكنس. طب كيف اجيب الثيكنس كانوا مش معطيني اياها؟ بشتغل على الاطوال. كيف يعني بشتغل على الاطوال؟ يعني بحكي الطول اي بي سي، الطول اي بي سي، شوفوا الطول اي بي سي هو عباره عن يعني اللينث، اللينث اي بي سي شو بده يساوي؟ تساوي 6، هاي 2 و 2 و 2 كم؟ 6 ناقص ايش تكون؟ ناقص الديميتر، لو كم برغي عندي؟ واحد، عندي برغي واحد، الديميتر كم الديميتر؟ 3 4 زائد 1 على 8. تمام؟ تمام. فاللينث اي بي سي، اللينث يعني هو بده يعني اي بي سي تساوي المسار المائل دي اي اف جي. هسه هاي الاريا طبعا هون في ثيكنس وهون هون ثيكنس، نفس الثيكنس، فالثيكنس راحوا مع بعض فصفى اطوال، صفى اطوال. هاي حكينا شو هي؟ هيها الاي بي سي 6 ناقص 1 في 7 8. طب المسار المائل، المسار المائل لاحظ انه عندي هيك هيك هيك، في عندي الجي بتساوي 2 والاس مجهول، هو بده قيمه اس اللي بتخلي المساحتين متساويات. فبكل بساطه 6 ناقص قديش الديميتر؟ عندي 2 ديميتر، 3 4 زائد 1 على 8 بعدين زائد اس تربيع 4 جي، هو طالب الاس 4 في جي، 4 في 2 كم؟ 8. فشو المجهول عندي؟ هو الاس، الثيكنس طارت. فهي. تمام تمام. عندي مثال ثالث، شوفوا كانوا اعطاني السكشن واعطاني سايد فيو له، هيك عرفنا ايش؟ عرفنا انه له مبعثر. يعني لو هذا الشكل اجاني زي هيك، يعني هذا الشكل ما اجا، اجاني بس هيك، انا بدي اعرف مباشره انه هذا مش مبعثر. اما اذا اعطاني الصورتين سوا بعرف انه مبعثر. طيب خلينا نحل هذا المثال سوا. بيقول لي اوجد النت اريا للدبليو 12 ب 16، الاريا جروس له كذا، افرض انه الهولز 1 انش بولت، 1 انش بولت يعني يزيد 1 على 8. طيب W12 ب16 بجيب المساحة من المانيوال، هاي مش معطى، هاي أنا بجيبها، بجيبها من وين؟ من المانيوال. وثيكنس الويب بجيبها من المانيوال، وثيكنس الفلانج أنا بجيبها من المانيوال. في براغي بالفلانج؟ لا، يعني في داعي، في داعي أطلع مساحة سمك الفلانج؟ لا، ليش؟ ما في براغي أطرحهم، خلص زي مثال التي سكشن اللي شرحناه بالفيديو الأول. طيب نجي مع بعض، أنا عندي هون عدة مسارات، في عندي المسار الأول هيك، المسار الثاني هيك، المسار الثالث مر بالبراغي الثلاث. طيب بالسنس، بالسنس يعني بالمخ الكويس، أخذ مسار أفقي في برغيين ولا مسار معرج في برغيين ولا مسار معرج فيه برغي ثلاث براغي؟ راح تقول لي، راح تقول لي مباشره بدي اقارن، مباشره بدي اقارن المسار اللي فيه ثلاث براغي. ليش؟ انا بطرح ثلاث يعني ناقص ثلاث، اما انا بدي احكي ناقص اثنين يعني مش كويس. فانا ايش باخذ؟
باخذ المسار دائما المسار اللي مش مائل باخذه بحسبه، وبعدين بعمل سينس بين الافق اللي فيه ثلاث براغي. طب ليش ما اخذش البرغيين؟ ما في داعي، ما في داعي. فمباشره الاريا جروس من المانيوال 4.71، خلينا نحل اريا نت بتتساوي الاريا جروس ثابته ناقص كم برغي هذول. فعندي ثقب قدام مسار ثلاث براغي، كم برغي عندي؟ عندي ثلاث براغي مضروبين بالديميتر إلهم 1 + 1/8 في الثكنس. أي ثكنس هاي؟ هاي وين هاي؟ بالويب 0.22. بعدين بدي أزيد أس تربيع 4G. كم أس تربيع 4G؟ لاحظ أنه عندي مسار مائل هون وعندي مسار مائل هون، مسارين الجي متساوي، طلع هاي ثلاث وهاي ثلاث، مسافة المرغين هاي ثلاث وهي ثلاث، والأس متساوي هي اثنين. فإيش بعمل؟ كونه متساويات بضرب باثنين. اثنين في أس تربيع على 4G، كم الأس؟ اثنين تربيع على 4 × 3. طيب هاي بتطلع الأرينت، والأرينت الثانية اللي هو العمودي. يلا نفس الإشي، بس إيش؟ شيل هاي وشيل الثلاث حطها اثنين. حل معي، هيو وشال اثنين مرة ثلاث، فمين طلع عندي؟ 4.11. لو حسبت عبر المسارين اللي هو بس هيك برغيين، ما رح يطلع معي اشي اقل منها، رح يطلع اكبر من هذولي. طيب هسه اذا عندي هون، اذا عندي سي سكشن او ال سكشن، كيف بدي اطلع الجي؟ كيف بدي اطلع الجي؟ او كيف بدي اطلع السؤال كامل؟ طيب كان طلع السؤال كامل، نرجع لورا شوي بالكتاب، نرجع لورا شوي. طيب ندور على الكتاب مثال. طيب بس قبل ما نجي هات خلينا نحل مثال هيك بسيط شوي، كثير مثال كثير مهم بصراحة بفيدنا كثير. قبل ما نروح على مثال السكشن، لو عندي صفيحة زي هيك، عندي هون برغي وعندي هون برغي وعندي هون برغي وعندي هون برغي، تمام تمام. هتقول لي، رح أقول لك أنا المسافة، خلني أنا أرسم السناتر زي هيك زي هيك زي هيك، تمام. أقول لك المسافة هاي عبارة عن 2.5، والمسافة هاي عبارة عن 4. وأقول لك أنا المسافة من هون لهون، المسافة بين خطين هذول 2.8، والمسافة بين هذول الاثنين 1.7، تمام تمام. هسا إيش كنا رسمت الخطوط، خلص نمسح أو مناش نمسح، نغير اللون بس. بقول لك أنا هون أوجد النت أريا، إذا عندي هي عبارة عن هذول الأقطار 15 × 16 هولز ديميتر. طيب طيب يلا نيجي مع بعض. الأريا نت بدها تساوي الأريا جروس، الأريا جروس عبارة عن، هم يعطيني البليت هاي 4 × 12، أي قصدي 1 × 4 × 12، هاي البليت، هاي البليت هاي. فالاريا جروس 12 × 4، يعني 12 × 4 اللي 12 في ربع، هي عبارة عن 3. بدي اطرح منها، شو بدي اطرح منها؟ المسارات اللي عندي. يلا كم مسار عندنا هون؟ راح تقول لي في مسار، راح تقول لي في مسار خط واحد، ما بدي شيء. نيجي على مسار خط زي هيك، نيجي على مسار بالازرق زي هيك، نيجي على مسار، نغير اللون نحطه احمر، بدي مسار زي هيك احمر زي هيك، وعندي مسار بالاخضر زي هيك. رح تقول لي صح. طيب انا بدي اجيك بالمنطق، بدي اجيك بالمنطق، في مسار من الاخضر والاحمر بدي استثني. ليش؟ ليش؟ ليش بدي استثني؟ احنا بدنا الاريا نت اقل، صح؟ واحنا بنعرف انه عندي زائد، خلينا نرسم بالاسود، زائد اس تربيع على 4G، صح؟ صح. هسه
إذا زادت الأس الأريا نت راح تزيد، يعني أنا ما بدي أس كبيرة، وإذا بدي أزيد الدي الأريا نت بدها تقل لأنها بالمقام، راح تقول لي آه. طيب فإذا فأنا بشوف بالمسارين، بشوف المسار الأخضر وشوف المسار الأحمر إلهم نفس الأس، راح تقول لي لا، هاي المسافة عبارة عن 1.78، ولكن هاي المسافة هي عبارة عن 2.8. مين الأكبر؟ 2.8. فأنا بقول لك 2.8 راح تعطيني أريا نت أكثر. ليش؟ لأنه الأس إلها أكثر، عشان هيك أنا مباشرة بستثني المسار الأحمر. تمام؟ ليش استثنيت المسار الأحمر وريحت حالي من الحسابات؟ أنا عملت make sense، عملت اشتغلت على الإحساس إنه الأس تربيع عندي أكبر إذا كان باللون الأحمر، أما إذا باللون الأخضر عندي الأس أقل. فلما تكون الأس أقل الأريا نومينال راح تصير أقل. ليش أقل؟ لأنه موجب، لو إنه سالب أكيد بدي أخذ الأكبر. فأنا هسه صار عندي مسارين، المسار الأسود هذا المسار الأسود أو المسار الأخضر أو المسار أبو البرغيان المتعرجات، وطبعا مسار أبو برغيان المتعرجات برضه بدي أمسحه. ليش؟ لأنه أنا عندي برغيان أفقيات وبرغيان متعرجات وثلاث براغي، مين بأخذ؟ بأخذ المتعرجات، بأخذ الأفقيات. ليش؟ أنا شو بدي بالمتعرج؟ صح لي أفقي، يعني عندي اثنين أفقي واثنين متعرج، مين أخذ؟ مباشرة بأخذ الاثنين الأفقي. كلمة أفقي بمعنى أنه مستقيم، اثنين مستقيم ولا اثنين متعرج؟ يعني هاي برغيان مستقيمات برغيان متعرجات، مين أخذ؟ بقول لك خذ المستقيم. ليش ما أخذش متعرج؟ أنا بصير في زيادة. فصار عندي فعليا للسؤال مسار أخضر ومسار أسود، مين أختار؟ اختار الأقل فيهم. يعني هيك أنا ريحت حالي من أربع شغلات، ريحت حالي من أربع شغلات. طيب هذا مثال يعني شرحته. هسه قبل ما نسكر الفيديو بدنا نشرح الـ L-section والـ C-section إذا كانت البراغي مبعثرة. قبل شوي شرحنا مثال زي هيك، لو كانت البراغي عادية حكينا خلص area gross ناقص 3 ومشينا، راح تقول لي صح. طيب هسه لو كان عندي هذا الـ L-section فيه براغي مبعثرة، كيف بدي أعرف فيه براغي مبعثرة؟ بكل بساطة برسم لي بليت زي هيك، برسم لي هاي مثلا هيك، برسم لي اللي تحت هيك، صح ولا لا؟ هيك مبعثرين ولا لا؟ هتقولي اه والله مبعثرين، بس لما يكونوا مبعثرين زي هيك ما راح اشتغل على القوانين العادية، راح اغير القانون، هو نفسه استر بي 4 جي، بس المشكلة بالجي، المشكلة بالجي. طيب كيف بدي اعرف المسارات؟ كيف بدي اعرف المسافات؟ بحكي لك انه في عندي هون الال سكشن بشكل عام، بقول لك هاي اللينكث الطويلة وهاي اللينكث القصيرة. طب ليش هاي قصيرة وهاي طويلة؟ لأنه أنت بالمنطق القصير بتحمل برغيان والطويل بتحمل برغي؟ لا، يعني أنت بالمنطق يعني الإشي اللي فيه برغيان هو الطويل، إلا إذا هو رسم لك حكى لك إنه هاي هي مثلا 6 حكى لك هاي 8، فحكى لك زي هيك آه يا عمي هو حق حر. أما إذا حكى لي هذا ال 8 كروس 6 مثلا كروس نص، أنا مباشرة بعتبر هاي 8 ومباشرة بعتبر هاي هي الستة. تمام؟ تمام. يعني لو كان عندي برغي هون ومسح لي اللي هون، مباشرة هاي هي الطويلة وهاي هي القصيرة. تمام؟ يعني حسب شو هو برسم لي. طب إذا كان عندي برغيين هسه نشرحها. طيب بحكي لك المسافة دائما من الحفة، حفة زاوية الأل، من زاوية الأل لسنتر الإشي اللي فيه برغي واحد اسمه جي. يعني قال لي هاي 8 وقال لي هاي 6، قصدي هاي 6 وهاي 8، المسافة جي على أي لق موجودة؟ جاي على اللق الستة، فبروح على الستة، المسافة جي هي 3.5. تمام؟ تمام. طيب الجي 1، الجي 1 على أي لق جاية؟ على اللق الثمانية، فجي 1 هي 3، الجي 2 هي 3. طيب قال لي أنا هون مسح لي هاي، مسح لي البرغي هذا، فأنا مباشرة بقول لك إنه بطل عندي إشي اسمه G1 وG2، صار إشي اسمه G وصار إشي اسمه G. فشو مكانة اللق بتأخذها؟ يعني هاي 6 وهاي 8، فهاي بتأخذها الجي اللي هون بتأخذها 3.5 والجي اللي هون بتأخذها 4.5. تمام؟ تمام.
الجي هاي، هاي الجي مش نفس اللي بعوضها بالجي، لا شيء ثاني، بس خلينا نعرف بس المسافة بين البراغي، نعرف أول شيء المسافة بين البراغي. طيب لو كان عندي برغيين كل جهة، بحكي لك إنه بمسح الجي هاي بصير عندي هاي جي 1 وهاي جي 2، هاي جي 1 وهاي جي 2، فباخذ جي 1 حسب اللق هاي شو هي وشو اللق هاي، باخذ الجيات من هون. يعني انتبه انه الجي مش شرط انه خلص دائما هاي، لا هي اذا كان برغي واحد بيكون اسمها جي، واذا برغيين بصير جي 1 وجي 2، وحسب اللق اللي عندي، حسب اللق اللي عندي الثيكنس ما بيأثر. طيب طبعا هذا بنطبق على حاله ال وحاله السي، هسه حاله السيم راح يعطيني هو المسافات لانه الثيكنس مختلف. طيب في شغله كمان بحكي لك اياها، هسه هاي اللي انا بدي اياها، انه لما يكون عندي ال سكشن وفي براغي مبعثره انا ما بحله على هذا الاساس، لا بحكي لك افرد لي السكشن. كيف يعني افرد لي السكشن؟ يعني هاي ال اللي هون برفعها زي كاني طعشتها ورفعتها لهيك، تمام. فكيف بصير شكل السكشن؟ بصير شكله زي هيك، تمام، بصير شكله زي هيك، برغيين هون وبرغي فوق. رح تقول لي تمام، بحكي لك هاي المسافة جي 1 جي 2 قصدي. طيب هاي المسافة ايش بتكون؟ بتكون جي 1 زائد جي. بقول لك اه بس في اشي ثاني، شو؟ اطرح الثيكنس، ثيكنس ال اللي هو ال سكشن. يعني لو كان ال 8 ب 6 بربع بقول لك اطرح ربع، يعني هاي المسافة بدها تكون جي زائد جي 1، المسافة بينهم هاي زائد هاي ناقص الثيكنس، تمام تمام. طيب شغلة ثانية، السكشن هذا 6 ب 8، هاي 6 وهي 8، قديش الطول هذا كله؟ بقول لك هو عبارة عن 6 زائد 8 ناقص الثيكنس، تمام تمام، يعني مش نفس الطول. الشغلة الأخيرة اللي بدي أوصلها، لو كان معطيني الستة والثمانية على الرسمة، كيف يعني؟ حكى لي الستة هون من هون لهون، أبعاد داخلية يعني أعطاني، وأعطاني الثمانية من هون لهون، فأنا إيش بتكون هذا شو بيكون؟ هذا بيكون لو هاي L1 وهاي L2، تمام، اللي بالزهري بقول لك هو عبارة عن L1 زائد L2 زائد الثيكنس. يعني إذا أعطاني مسافات خارجية بطرح الثيكنس، أعطاني مسافات داخلية بزيد الثيكنس. طيب هيك عرفنا كيف نفرد، وإذا سي سكشن لازم أفرده. نرجع مثال شرحناه، هذا مثال قال لي أوجد النت إيريا للمسار، هو حدد لي المسار. يعني أنا فعليا لو بدي أحل السؤال فعندي مسار زي هيك أو مسار زي هيك، ممكن ما يفرقوا إذا إنه نفس الأريا، لا راح يفرقوا لأنه هذا ثيكنس وإشي وهذا ثيكنس وإشي. ممكن يكون عندي مسار زي هيك ثلاث براغي، ممكن يكون عندي مسار برغيين، صح، ممكن يكون عندي مسار اللي هو حاط لي إياه. كونه هو حكي لي خذ المسار هذا، فأنا بدي أشتغل على أساسه، بدي أشتغل على أساسه. طيب يلا السؤال فعليا معطيني اياه بس هيك تمام، بس السكشن هذا ومعطيني السكشن هذا، تمام، بدون المسافات هاي، المسافات هو طلعها. طيب انا كيف جبت المسافات هاي؟ بحكي لك هذا سي سكشن، في عليه برغي من هون برغي من هون برغي من هون برغي من هون، هاي فلانج وهاي ويب وهاي فلانج. قال لي الفلانج والويب عليهم براغي بنفس الوقت هم منبعثرين، فلما هم منبعثرين بدي اضطر افرد السكشن هاي، هاي بدي ارفعها لفوق وهاي بدي انزلها لتحت. طيب يلا كيف بدي افرد السكشن هذا؟ بفرده، يعني بحكي هاي المسافة هاي هو معطيني اياها، مش انا مطلعها انه هاي جي 1 وجي 2، لا هو معطيني اياها، اعطاني هاي المسافة 3 وهاي المسافة 2. فانا شو حكينا المسافة جي بدها تكون؟ مسافة جي اللي هي هاي، ها هاي هي راح تكون 3 زائد 2 ناقص الثيكنس. راح تقول لي تمام صح ولا لا؟ والله راح تقول لي صح. طيب المسافة جي اللي هي المسافة العمودية، يعني اللي هذا بعد ما أفرد، وما هو لما أفرد بصير هيك، هاي المسافة كم؟ هاي هي الجي اللي هي بدها تكون 3 زائد 2 ناقص الثيكنس. طيب أي ثيكنس أخذ؟
هنا لاحظ انه هذا ويب وهذا فلانج، هاي ثكنسها 0.65 وهاي ثكنسها 0.4. انا اخذ بقول لك انت دائما اذا بدك تحسب الجي خذ الثكنس الاقل، ماشي؟ اذا بدك تحسب الجي اطرح الثكنس الاقل. يلا ليش اقل؟ عشان انا لما اصمم تطلع مع الجي اكبر وهي بالمقام بعطيني اريا اقل، فبالتالي بدها تكون المسافه بين البرغي هاف والبرغي هاف عباره عن 3 زائد 2 ناقص الثكنس الاقل يعني ناقص 0.4. طيب المسافه هون هي معروفه 9، ما في داعي. المسافه العموديه اللي هون 9، ما في داعي، ما بتهمني بالفرد. والمسافه اللي تحت كانوا 3 و2 نفسها، فهي راح تكون نفس اللي فوق. فباخذ المسار، المسار عندي الاريا نت تكون الاريا جروس ناقص كم برغي عندي؟ 4 براغي. بس لاحظ ان البراغي مش على نفس المكان، يعني في عندي برغيين بالفلانج وبرغيين بالويب، فبحكي ناقص 2 البراغي اللي هون كلهن كم؟ 3 على 4 زائد 1 على 8 في مين؟ في الثكنس هذا، هذا الثكنس كم؟ 0.65 ناقص 2 في 3 على 4 زائد 1 على 8 في مين؟ في الثكنس اللي جوا 0.4. بعدين في عندي مسارين مائلات، المسار هذا والمسار هذا والمسار هذا، ثلاث مسارات مائلة. فايش بعمل انا؟ زائد اس تربيع على 4G، المسار الاول الاس 3 ثلاث تربيع على 4G، الجي كم؟ 4.6. طيب مضروب بالثكنس، اي ثكنس اضرب؟ بحكي لك اذا بدك تحسب الاس تربيع 4G اضرب افريج الثكنس، يعني 0.4 زائد 0.65 هاي قاعدة average thickness. أما إذا بدك تأخذ على هاي تحسب الجي لحالها بتحسب على الثيكنس أقل. بعدين لاحظ إنه الاثنين اللي تحت نفس الإشي، يعني زي كأنك ضربت هاي باثنين. بعدين زائد أس تربيع 4G، كم الأس هون؟ 9، قصدي الأس هون كم؟ 3 على 4 في 9 في الثيكنس، أي ثيكنس؟ هاي الثيكنس اللي فيه، هاي المسار المائل بثيكنس واحد بس، كم؟ 0.4. تمام. هسه احنا هيك شرحنا النت اريا، ظل علينا الافكتيف نت اريا نشرحه هو بالفيديو الجاي ان شاء الله، بس بدنا نحل نشوف بروبلم هيك بكتاب على السريع على البراغي المباثرة. عندي مثال بسيط هون بيقول لي 3 4 بليت الهولز فيها كذا، بقول لك احسب النت اريا، بحسب على مسار او بحسب على مسارين، والأفضل إني أحسب على المسارين. تمام، بحسب المسار هنا، فبدي يكون عندي الأريا نت بدها تساوي الأريا جروس، الأريا جروس 8 بثلاثة أربعة، ثلاثة أربعة في 8. بدي أطرح منها كم برغي عندي؟ 2، 2 في كم الديميتر إلهم؟ 3 4. كم الثكنس؟ 3 4. بعدين زائد اس تربيع 4G، كم الاس؟ 1.5. وكم الجي؟ الجي هيها المسافة المائلة اللي هي هاي، كم؟ 4 في 3. وكم الثكنس؟ 3 4. طيب بيطلع معك هذا الجواب. اذا ما طلعش هذا الجواب بيكون هو المسار ابو قطر الواحد، يعني بحسب على مسارين. طيب هذا المسار هذا نفس الاشي الاس 2 بس عندي مسارين، يعني 2 اس تربيع 4G، كون الاس هاي الجي هاي نفس الجي هاي يعني 3 3 ف2 اس تربيع على 4G. طيب هذا نفس الاشي، بس شو اللي بيفرق عندي هون؟ طلعوا اللي بيفرق عندي انه لما اخذ المسار اللي زي هيك انكسر من هون، بينكسر هيك بينكسر هيك وبنزل، لاحظ انه هون الجي 4.5 ولاحظ انه هون الجي 3.5، ولاحظ نفس الوقت الاس هون هي 2.5 والاس هون 1.5. فبالتالي هذا المثال لما بدي احله باخذ المسار هذا وباخذ المسار هذا وباخذ المسار هذا، تمام، يعني عندي اكثر من مسار، باخذ ثلاث براغي او برغيين مسار بعيد او برغيين مسار ابعد. يعني مره الجي اللي بالاصفر، بالاصفر الجي بدها تكون 4.5 و3.5 عبارة عن 8، يعني مرة الجي بتساوي 8
والاس بتساوي 2.5، او اذا اشتغلت على الزهري بتكون الجي بتساوي 4.5 والاس بتساوي من هون لهون كم؟ تكون 2.5 1.5 4، تمام؟ او اذا بدي اشتغل على الاسود بده يكون عندي جي الاولى 4.5 والاس كاملة 2.5 وهاي اللي هي 4، والجي الثانية اللي هي هاي تساوي 3.5 والاس بتكون 1.5، تمام؟ عندي هذا ال سكشن. قال لي ال سكشن حكالي، شوف حكالي اذا 6 4.5، تمام؟ يعني 6 ب 4.5، يعني هاي الستة وهاي الأربعة، هي رسم اياها مسافات خارجية. قال لي 1 لاين هون و 1 لاين بالجهة الثانية. قال لي هم المسافة بينهم 4 انش من سنتر لسنتر، يعني the bolts are each line، بكل لاين يعني كيف؟ شوف كيف عندي هذا السؤال، عندي زي هيك هذا ال section، ماشي؟ قبل الفرد، قبل الفرد بحكي لي انه هون في عندي لاين زي هيك واللاين الثاني زي هيك، تمام؟ فهمت الرسمي. بحكي لي هم استاجرت عن بعض 2 انش، يعني الاس عبارة عن 2، والجي، الجي من وين بجيبها يا شاطر؟ الجي بجيبها اللي هي المسافة هاي 2.5 زائد 3.5 ناقص الثيكنس نص، تمام؟ هاي الجي، الجي بدها تكون 2.5 زائد 3.5 ناقص النص اللي هو الثيكنس، تمام؟ تمام. أي مسار أخذ؟ بكل بساطة بقول أخذ المسار بفي هيك، الجي هيها، الأس هيها، خلص السؤال. الأريا نت بتساوي الأريا جروس من المانيول ناقص الأستر ناقص برغيان في 1 زائد 1/8 في الثيكنس، الثيكنس نص ثابت، الأل سكشن دائما نفس الثيكنس. طيب هذا سؤال قال لي إذا تنشن ممبر contains what the spacing L the spacing S net area passing two holes، قل لي كم المسافة S، إنه المسافة هاي نفس السؤال اللي قبل، تكون المسافة هاي نفس المسافة المتعرجة، يعني في أستر بأرواجي نفس السؤال اللي حلناه قبل. هذا السؤال نفس الشيء، هذا السؤال، هذا السؤال أكثر مهم، هذا سؤال 16، سؤال يعني سنوات يعني أو مثله. بحكي لي هذا المثال تنشن ممبر 8 × 4 × 3 × 4 بيحتوي على زي هيك، فهون أنا شو لما أحل بدي أفرد السكشن، هاي المسافة جي وهاي المسافة جي 1 وهاي المسافة جي 2، تمام؟ هاي جي وهاي جي 1 وهاي جي 2. هسا عندي أكثر من مسار للقطع، عندي المسار هيك، طبعا هذا البرغي بخليه مدور بعد ما أفرد، فعندي المسار اللي بالزهري رح يكون عندي هيك، صح؟ هسا في مسار ايش بالاصفر بس ليش نحل عليه، هو هذا. ليش هذا بدي استثنيه؟ لانه عندي 2 مستقيم و2 متعرج، يعني برغيان مستقيمات برغيان متعرج، مين باخذ؟ مباشره بدي اخذ المستقيم، فبستثني المتعرج، تمام؟ بستثني المتعرج. طبعا ليش ما اخذتش المسار الزهري خليته هيك؟ الاس نفس الاس والجي نفس الجي، فما في داعي. فالسؤال هذا شو المطلوب مني؟ بكل بساطة بدي اخذ المسار الزهري او الاسود واخذ الاقل. المسار الزهري الاس بكون يعطيني اياها، على فرض انه اعطاني اياها، اعطاني اياها، هو بده الاس، بس بالسنوات، بالسنوات كان يعطيني الاس. والجي والجي 1 والجي 2 حسب اللق، هاي اللق 8 وهاي اللق 4، فبدي ارجع للجدول. هاي اللق، اللق 8 الجي 1 لها 3 والجي 2 لها 3، واللق 4 الجي لها 2.5، تمام؟ وصلت؟ يعني يعني زي هيك،
هاي طلعت الجي منها وطلعت الجيون والجي 2. الجيون والجي 2 لما طلعتهم عرفت ايش اعوض اس تربيع على 4 جي. الاس معطيني اياها والجي كان الجي 1 تساوي الجي 2 حسب ما طلعت من الجدول يعني بضرب باثنين. والثيكنس ثيكنس ال اللي هي 3/4. بس شو اللي بيفرق عندي؟ اللي بيفرق عندي ما بضرب باثنين، لا دقيقة ما بضرب باثنين، ما بضرب باثنين. ليش؟ لأنه الجي اللي هون مش نفس الجي اللي هون، يعني هاي راح أزيد كمان أس تربيع نفس الأس 4 في جي. الجي إيش تكون؟ جي 1 زائد جي ناقص 3/4. ليش 3/4؟ اللي هي الثيكنس. هاي إيش تساوي الجي اللي هون؟ تمام. هاي كل اسئله الستاكرت، يعني لو نجي على المثال هذا سي سكشن ايش بعمل؟ بفرده، هاي بفردها زي هيك وهاي بفردها زي هيك. كل هذا السكشن 12 ب25 بجيب الاريا جروس، بجيب الفلانج، بجيب الفلانج كم ثكنسها، وبجيب الويب الستاكرت له هذا هيك، او كلهم نفس الانشات فما بفرق اذا اخذت هذا المسار او اخذت هذا المسار. تمام، ما بفرق معي اي مسار اخذ. فكم برغي مار عندي أنا؟ راح يكون مار ثلاث براغي، راح يكون عندي مار ثلاث براغي. ممكن كأنه هون في مربع بس منسي غالبا، لأنه هيك البراغي شكلهم، ممكن زي هيك ما مش متأكد يعني. أصلا هو طالب الإفكتيف نت إير يعني بتطلع الإيريا يعني. لو بدنا نروح مع بعض خلينا نشوف كيف محلول بالمانيوال. مانيوال حل الكتاب مثل ما حكيت في خطأ بالرسمة، الرسمة فعليا المسار في براغي هون، فالمسار اللي بدي أخذه هاي المسار، فعندي يا بأخذ هذا يا بأخذ أبو الأربع براغي هو المنطقي، يا هيك يا بأخذ المسار أبو البرغيين. أي مسار بأخذ؟ أيهم في عندي هذول كلياتهم. فشو اللي بفرق عندي؟ المسافة، هاي المسافة بين فلانج وبين ويب. فإيش بعمل؟ بأخذ الجي، الجي بطرح الثيكنس الأقل. اما لما بتحكي اس تربيع على 4 جي باخذ الافرج، يعني هون وهون عرفنا كيف نتعامل معها، وهاي سهله. تمام، ان شاء الله تكون وصلت. هذا هيك تقريبا الستاكرت هون لكل الامثله. هاي شغلات ما شرحناها لسه، هذا كمان الافكتيف نت اريا ان شاء الله بالفيديو الجاي. يعطيكم الف عافيه.